تلبيه يعني طلب الجمهور، وانت مشكور صراحه في الحضور الفارق والمميز صراحه. تسلم الله يرفع قدرك. دائما في شخص في الحياه هذه، كل شخص حتى انت اللي تتابعني، كل شخص في هذه الحياه اكيد ان فيه له قدوه. انت قدوتك من؟ انت قدوتك من؟ انت قدوتك من؟ دائما نسمع الشيء صحيح؟ صحيح. اكيد ان عامر العايدي، الشاعر عامر العايدي معروف، لا يعني كلكم تعرفون. اكيد يا ابو سعيد انك لك شخص تقتدي به في حياتك، انه قدوتك. بسأل عامر العايدي عن قدوتك جاهو، فيا ليت انك تعلمنا من قدوتك في الحياة أولا، ومن قدوتك في الشعر ثانيا. لأن سؤال نبغى تجاوب على كل سؤال على حدة، احنا نبغى ناخذ منك أجوبة. الله يسعد أو سلام. قدوتي في الحياة وقدوتي في الشعر واحد، والدي الله يطول عمره. وقدوتي في الحياة تعلمت منه اللي ما تعلمته يمكن في الحياة كبرى. هو كذلك هو قدوتي في الشعر جلال ياسين. هو شاعر القبيلة، هو شاعرنا اللي نعتز به ونفتخر به، وهو اللي نمشي على أثره. يمكن ما وصلت إلى هذه المرحلة أو هذا المكان أو المرحلة أو لقلوب الناس إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بدعمه وبوقفته وباسمه. اسمه هو اللي قلطني في صدور المجالس. جعل ربي يطول عمره ويخليه لنا ويخلي الكل غالي أبوه. الله يجعل ربي يطول عمره ويخليه لك إن شاء الله ويرزق بره. هذا يعني من الأشياء الزينة والطيبة ان الشخص يقتدي بابوه، والله يخلي لنا ولكم ابواننا يا رب العالمين، يرحم الميت منهم، ونسال الله انه يحفظ لك ان شاء الله. امين. الجمهور ما اشتغل يعني مثل ما تقول ما فوت الفرصه انه يشتغل طلبات يعني من الشاعر، فشاكرين لكم جمهورنا الغالي المتفاعل. يقولون الأخت رهف تقول نبي من الشاعر عامر العايدي، مدحت من باب الكرم. من باب الكرم ما هو بيستاهل، هذه قلناها قبل شوي. قالها الشاعر عامر العايدي. سؤال هنا، سؤال هنا. يعني لازم احنا نزقيها. طيب. أغلب قصايد عامر العايدي تتكلم عن المدح أو الغزل؟ أنا قلت لك يا أبو شايع، طبعًا قصيدي كلها في موازنة، يعني ما في شيء انا مستهلك فيه يعني اكثر شيء، يعني كلها انا اعتبر اني حاطها في ميزان واحد، المدح، الغزل، الاجتماعي، الوجداني، العتب، البعد، الفراق، كلها حاطها في ميزان واحد. يعني كلها ممكن اني انا مقل في المدح، المدح مقل فيه، لكن الاغراض الشعر الباقيه في ميزان واحد. حلو، احنا حاولنا ان يعني نعرف ايش انت مقل فيه وش انت يعني مستمر فيه، فصح الله لسانك. اضحك منك بتقول قد قلت لك لا تقول متى نسيت من لسانك اجتهدتك اياه. مش انت اللي قايل الابيات، انت اللي قلتها. الله يصح لسانك يا ابو سعيد. الشاعر عامر العايدي مبدع، كل قصايده لها طابع خاص والالقاء بهدوء زايد او يعني مجمل القصيده جمال اخر، وتهاوت تتصدر القصايد، وصح الله لسانك. هذا من جمهور قصيدتك اللي بعنوان تهاوت. الله يصح لسانك. قصيدة تهاوت جملها عبد الله بن شايع جلال ياسر. الله يسعدك. هو اللي زادها جمال بإنشاده لها. عبد الله من المبدعين اللي يزيدون النور نور. تسلم. أنشد القصيدة وظهر لها صدى وظهر لها اسم. وابو شايع الشاعر هو اللي يفتخر انه هي يتعاون معه في عمل. الله يسعدك ويطول عمرك، ولا عليك جود على هذا الثناء الطيب، ولا نجي الا من بعدك. طبعا الجمهور دائما نسعى احنا والشعراء
والقناة والممثلين على أرضائكم. فيه سؤال